وذا بهدف الرابع أن أوضح استقلال السودان وانفصاله عن مصر. إذا ملاحظ هنا كلابي أن هنا أخذ السودان استقلاله وانفصل عن مصر. طبعا تم توقيع استقلال السودان أو تم استقلال السودان بعد توقيع اتفاقية بين مصر وبريطانيا. طلاب استقلال خامسا استقلال السودان وانفصاله عن مصر. طبعا حاولت مصر حل قضية السودان طبعا وذلك من خلال تفاوضها مع بريطانيا. جرت مفاوضات بين مصر وبريطانيا من أجل حل قضية السودان، وتم توقيع اتفاق وعرف باتفاق 1953 والذي تضمن ما يلي. هام جدا هذا الاتفاق. ما مضمون اتفاق 1953 بين مصر وبريطانيا؟ أولا الاعتراف، واحد الاعتراف بحق السودانيين في تقرير المصير. إذن في البند الأول يحق للشعب السوداني تقرير مصيره. ثانيا تحديد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، خلال هذه السنوات الثلاث يختار السودانيون إما الاستقلال التام أي الاستقلال عن مصر وبريطانيا أو الاتحاد مع مصر. إذن يعطى للسودانيون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، بيفكروا في 3 سنوات إما يتحدوا مع مصر أو يستقلوا استقلالا تاما. ثانيا خلال الفترة الانتقالية هذه يعني 3 سنوات يحكم السودان خلال حاكم عام إنجليزي وتساعده لجنة خماسية. بعدها يتم إجراء انتخابات تحت إشراف لجنة دولية. أخيرا يتعهد خلال هذه الفترة الانتقالية يتم التعهد بالمحافظة على وحدة السودان أي الوحدة بين شمال السودان وجنوب. فهذه هي بنود اتفاق 1953. نعم يا آلاء، اقرأي إذا شوف آلاء. نعم أستاذ. استقلال السودان وانفصاله عن مصر. جرت مفاوضات بين بريطانيا ومصر من أجل علاج قضية السودان، فتم التوقيع على اتفاق 1953 ميلادي الذي يتضمن 1 الاعتراف بحق السودانيين بتقرير مصيرهم، 2 تحديد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات ليختار السودانيون وحدة أراضي النيل أو الاستقلال، 3 يحكم السودان خلال الفترة الانتقالية حاكم عام إنجليزي تساعده لجنة خماسية، 4 يتم إجراء انتخابات تحت إشراف لجنة دولية، 5 التعهد بالمحافظة على وحدة السودان شماله وجنوبه. شكرا جزيلا آلاء. إذا بنلاحظ أهم جدا بنود اتفاق 1953، أولا إعطاء السودان حق تقرير مصيرهم، تحديد فترة انتقالية مدة 3 سنوات إما يختار الوحدة أو الاستقلال، يحكم السودان خلال هذه الفترة الانتقالية ماذا قلنا؟ بحاكم عام إنجليزي، يتم إجراء انتخابات تحت إشراف لجنة دولية، التعهد بالمحافظة على وحدة السودان شماله وجنوبه. إذن بعد هذه توقيع اتفاق 1953 في عام 1955 جرت انتخابات وفاز على إثرها الحزب الوطني طبعا برئاسة إسماعيل الأزهري طبعا، والذي شكل برلمانا أعلن الاستقلال التام عن مصر عام 1956. يعني بعد 3 سنوات هذه الفترة الانتقالية تم إعلان استقلال السودان وانضم بعدها إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة. أكملي آلاء. وفي عام 1955 ميلادي جرت الانتخابات، فاز فيها الحزب الوطني الاتحادي برئاسة إسماعيل الأزهري حيث شكل برلمانا وطنيا أعلن الاستقلال التام عن مصر عام 1956، وانضم السودان بعدها إلى جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة. متى حصل السودان على استقلاله طلابي؟ عام 1956 وهو تاريخ استقلال السودان. طلابي بعد استقلال السودان طبعا واجهوا عدة مشكلات.
هذه المشكلات كانت نتيجة زرعها من قبل بريطانيا. فبريطانيا عندما شعرت بقرب استقلال السودان قامت بزرع الفتنة في السودان من أجل تقسيمه، فقامت مثلا بتصعيد طبعا الخلافات الدينية، مثل ما قلنا شمال السودان مسلم أغلبه مسلم، وجنوب السودان يدينون بالديانة المسيحية، فصعدت الخلافات الدينية بين شمال السودان وجنوبه، كذلك الخلافات العرقية، فشمال السودان عرب أما جنوب السودان فهم أفارقة، فإذا كذلك بثت التفرقة العرقية بين مكونات الشعب السوداني، وحتى أنه صار عندي بعض الصدامات والحروب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه. بعدها تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وساهمت في زرع الفتنة في شمال السودان وجنوبه بين هاتين المنطقتين. طبعا حتى تم توقيع اتفاقية عرفت باتفاق نيافشا. طلاب نيافشا هو اتفاق تم عقده في كينيا عام 2005 بين طبعا الرئيس السوداني عمر حسن البشير وزعيم الحركة الانفصالية في جنوب السودان جون كارينج. طبعا تم توقيع هذا الاتفاق طبعا، والذي تمخض عنه تحديد فترة انتقالية مدتها 6 سنوات. إذا بنلاحظ باتفاق نيافشا إذا كانت الفترة الانتقالية 6 سنوات، طبعا يعطى الجنوب السوداني بعدها حق تقرير مصيره، إما بظل متحد مع شمال السودان باسم جمهورية السودان، أو ينال استقلاله، أي يتم تقسيم السودان إلى قسم شمالي عرف بالسودان وقسم جنوبي يعرف بجنوب السودان، دولة جنوب السودان. طبعا جرى استفتاء في جنوب السودان، اختار الجنوبيون طبعا الانفصال عن السودان عام 2011، وانتخب سيلفا كير مارديديت رئيسا لجنوب السودان عام 2011. إذن فجنوب السودان حاليا دولة مستقلة ودولة ليست عربية. تمام طلابي؟ لما نقول السودان أي القسم الشمالي حاليا طبعا بعد الثورات أو ثورة السودان تم الإطاحة بعمر حسن البشير واستلم مجلس عسكري في السودان. أما جنوب السودان فهو دولة مستقلة يحكمه حاليا سيلفا كير مارديريت. عام 2011 تم تشكيل دولة جنوب السودان. إيمان تقرأين يا إيمان؟ إيمان؟ فاطمة الصباغ؟ نعم أستاذ. يلا يا فاطمة. أستاذ ما يوضح عندي صورة العرض؟ هلأ؟ إيه هلأ ظهرت. يلا. السياسة البريطانية في السودان تؤدي إلى تقسيمه. تميزت سياستها بتصعيد الخلافات الدينية والعرقية بين أبنائه، ودعمت الولايات المتحدة وإسرائيل الانفصاليين سياسيا وعسكريا، فاستمرت الحرب حتى توقيع اتفاقية نيافشا عام 2005 بين الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم الحركة الانفصالية جون غارنج، وتضمنت مالي تحديد فترة انتقالية مدتها 6 سنوات، يعطى بعدها جنوب السودان حق تقرير المصير. وفي 15 كانون الثاني عام 2011 جرى استفتاء في جنوب السودان، اختار الجنوبيين من خلاله الانفصال عن الشمال، فتم الإعلان عن قيام جمهورية جنوب السودان برئاسة سيلفا كير مارديت. أحسنت. إذن وبهكذا طلابي تم تقسيم السودان. إذن تم تقسيم السودان في عام 2011، حصل على استقلاله عن شمال أو انفصل عن شمال السودان بعد توقيع اتفاقية نيافشا عام 2005. واضح طلابي؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. إذن هذا هو تاريخ السودان منذ اتفاقية الحكم الثنائي وحتى الوقت الحاضر. لذلك طلابي انتهى درسنا، تكلمنا فيه أو تعلمنا فيه الأطماع الاستعمارية في السودان، الثورة المهدية التي قامت عام 1881
طبعا كما تكلمنا عن تطور السودان بين عام 1899 حتى عام 1953، كذلك تكلمنا عن استقلال السودان وانفصاله والمشاكل التي واجهت السودان بعد استقلاله. فأغلب المشاكل التي واجهت السودان بعد استقلاله هي مشكلة، طبعا مشكلتين يعني إذا بنحسن نلخصهم. أول مشكلة هي مشكلة طبعا مشكلة جنوب السودان، هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي مشكلة الانقلابات العسكرية. ونلاحظ أي بلد عربي بعد استقلاله يواجه مشكلة هي مشكلة الانقلابات العسكرية، أليس كذلك؟ نعم أستاذ. نعم نعم أستاذ. طلابي الواجب، يا ريت طلابي يحلوها جدا. في عندي كم تعليل؟ أربعة. ضعف الحكم المصري في السودان، قيام الثورة المهدية، ابتداع بريطانيا لتداخل الحكم الثنائي، كان هام جدا. ارسال بريطانيا حملة كيتشنر عام 1898. ثانية، ما مضمون اتفاقية الحكم الثنائي. ثالثا، بين سياسة بريطانيا في السودان، ماذا نستنتج من اتباع بريطانيا سياسة فصل جنوب السودان عن شماله؟ ما مضمون اتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا بشأن السودان؟ رتب الأحداث التاريخية بدءا من الأقدم، اتفاق نيافشة أو اتفاقية نيافشة، اتفاقية الحكم الثنائي، حملة كيتشنر، الثورة المهدية. واضح طلابي؟ نعم أستاذ.